السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم عن بطء جهاز الماك وحذف الملفات ازاي ده. في كذا طريقة. أول طريقة بنضغط على جو، وطبعا جو لو مش ظاهرة احنا بنعمل سيلكت على اللي هو على الفندر، فبيظهر لنا علامة جو. طيب بيجيب لنا القايمة اللي هي عايزين قايمة الليبراري. طيب لو مش موجودة بنفضل دايسين على ألت بتظهر لنا اللي هي الليبراري. خلاص لما ضغطنا على الليبراري بيجيب لنا القايمة، بنشوف ملف اسمه كاتشز. طبعا ده بيبقى فيه ملفات زايدة جدا وملهاش أي لازمة، بنعمل عليها كلها سيلكت أو كنترول إيه، وبعد كده يا نشيلها ونحطها في السلة يا إما بنعمل موف تو ترش. تاني حاجة بنروح للسلة وبنعمل MBT، بنفتح بنحذف كل الملفات الزايدة. الخيار التاني معانا بنروح للتفاحة، بندوس على System Preference، بنشوف خيار اليوزر اند جروبس، بنختار الخيار التاني اللي جنب الباسورد Login Items، بنفتحه بنشوف أي برامج معانا مفتوحة ملهاش لازمة أو مش بنستخدمها بندوس عليها، بنعمل عليها Select، ومن اللي هو من الماينس بندوس عليه بيحذف لنا الملفات اللي احنا مش محتاجينها او مش عايزينها. دي طريقة تانية. طب الخطوة التالتة معانا اصلاح ازونات الهارد ديسك. نذهب الى فيندر او جو، نختار ابليكيشن، ثم الايتيلز او الادوات. ديسك ايتيلز تفتح لنا قائمة ديسك ايتلز او اصلاح الفرص، بنستنى شوية لحد ما تفتح. بعد كده بنشوف اقسام الهارد اللي هي على الشمال، اول ما بنعمل عليها سيلكت بنحددها، بنختار اول خيار فوق اللي هو بنختار فيرست اد المساعدات الاولية، بنختار ران او تشغيل. بيطلب مننا طبعا التأكيد، بنأكد بياخد يعني نص دقيقة، يعني مش بياخد وقت كتير جدا، بياخد طبعا وقت مش كتير على ما يتصلح معاك. بعد كده موافق، وبتعملها على كافة الأقسام الموجودة عندك. ده كان درسنا النهاردة، ورب تكونوا استفدتم منه، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.